عادي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في داخل الطائرة الإسكندنافية في اتجاه ستوكهولم السويد يوم 19 ديسمبر 2020 الساعة منتصف النهار. على بركة الله سنحلق فوق سماء ميونخ. تدوم الرحلة ساعتين بالطائرة الإسكندنافية لنصل إن شاء الله إلى مدينة ستوكهولم السويد. الآن الساعة تشير إلى منتصف النهار وعشر دقائق. نكونفيرميو صح الوقت. هاي 12:17 دقيقة. هاي 12:17. شوف الوقت. قال لك مرة هنا ومرة هنا. هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. السفر وراه يعلم الإنسان أمور كثيرة في الحياة. يخليه يكتشف الحقيقة تاع العالم هذا. لأن كثير من الناس بدأوا يحكيوا على أوروبا وعلى الخارج والناس في بلادهم. يعودوا يكرهوا بلادهم وما في بلادهم. سبحان الله ما تجيش هكذا. عندك الحق تسافر وتكتشف العالم. ولكن ما تكرهش بلادك. بسم الله الحمد لله. هذه الاس اس سيل la compagnie scandinave كيما الخطوط الجويه الجزائريه والاير فرانس. اما نروحوش مع الشيء نروحو غير مع ولاد بلادها كيما يقولوا كيما تاع هولندا كا الان وليفتانزا الايطاليا. المهم الواحد يسافر ويكتشف هذه الامور هذه والله المستعان. هاي الساعة الوقت الصامدي السبت 19 ديسمبر. بسم الله مجراها ومرساها. كان شعبان يقول لك انت لك مش مستابيلي في حياتك. الحمد لله يا ربي انا قبل ما تستابيلي في حياتك استابيلي صح في مخك صح في عقليتك وشخصيتك مع الناس ومعارفك مع الناس. ومن بعد بتحكمش على الناس بالمظاهر كما يقول لك الخشب تتحط فوق انت المرض تضربه بالواحد شكون يوجع راسه يا كلابك محدد قياس كل واحد يعرف مخرجه. هادم نعملهم دي سوفينير بور موا والفيسبوك هذاك دخلت له صافي لونطون 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 دخلت بكري نورمال سيتي ان ابليكاسيون علم من علوم الله سبحانه مش يعني كيستون فيسبوك هم اللي اخترعوه. هذا علم الله الازلي. يعني الله يعلم وش هيجرى دركا وش هيجرى من بعد وش هيجرى قبل. والله المستعان كيما يقولوا دعاء السفر بسم الله مجراها ومرساها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هاي الواحد ديماري هاي بسم الله. كي تطلع في السماء توحد الله سبحانه توحد الله سبحانه. شوف السماء شوف السماء شوف الأرض من تحت وانت في نصها توحد الله سبحانه. العظمة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. هاي طلعت هاي بسم الله. ستوكهولم بلاد البرد والله لا فيلون القطب الشمالي. هاي السحاب جدة السحابة. الحمد لله وين تروح تلقى رجال وين شوف السحاب الفوق شو سبحان الله. شوف هاي الطيارة وش السحاب السماء السماء السابعة والشمس سبحان الله. يعني ملكوت الله هذا الواحد يوحد ربي سبحانه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول الله
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كل بركان هي يا صاحبي. شوف شاهد. شوف قوة الله الأحد الصمد. شوف ربي سبحانه قدماه. هذا ما هذا ما صح. يحب يوحد الله يشوف هكذا يطلع فوق السماء. شوف الأمر هذا تتعجب. مش تعجب يعني يا خلق الله يعني الله يعني أمره كان مفعول كن فيكون. وهذه الأرض هذه بالنسبة لملكوت الله قال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحجرة تحطها في فولاد في الصحراء في طيش مش في الصحراء طيش حجرة صغيرة هذا كل ملك الله يعني تشوفها العظمة والأرض راهي قدامها بالنسبة لملك الله ثم هذه صغيرة بارابور وش عن ملك ربي وش عندكم كما نقولوا احنا كما النجوم والكواكب الحمد لله الواحد يعيش راجل وانت راح تعيش ان شاء الله ربي يلطف بينا ولكن غير بالناس الصالحين وكاين لي زون بارتو الحمد لله عندي كما يقولوا الصاحب تقول به الصاحب وعلى هلا كاين الصحبه الصالحه عندي صحابي برضو الحمد لله يا ربي عندي راعي السويد عندي صاحبي عندي واحد تونسي واحد صاحبي جزائري والله متعاركوا عليه كل واحد يقول لي ارواح وانا جا رحت قبل لاسيا 2010 نروحوا نكتشفوا فنلندا ونشوفوا واش كاين في فنلندا هذه ولكن تبقى ربي نروحوا لريغا ليتونيا ليتوانيا استونيا هذا ما كل بالبحر تروح لها تمشي لها بالبحر البلطيق او كيسيون دو سافوار دو فيفر مش كيسيون لارجون ولا حاجه تدي لانفورماسيون تما تلقى في بابل تيتانيك 30 اورو في 5 بلاص دوش تقول لك في تيتانيك لكن ما شاء الله كاين بزاف اللي يحس بيقول لك هي غاليه ولا رخيصه وعد الفو سبحان الله نتوب الله شتنا فينا فينا بابا صورها عبالك نسحابها نتوب الله يا سبحان مثلت على أساس الله السحاب شوف السماء فوق السحاب ما شاء الله الواحد يعاودها ويقولها تكسب رجال يعرفوك عندك كلمة تكسب رجال الدنيا وما فيها تو تروح تعيش لا بهم يعني الانسان ديما يعول على روحه على الله اول حاجه ومن بعد الله سبحانه اول حاجه الله بعد على نفسك لازم تحط نفسك ما تكونش فينيون ولي كونتاكتك مع الناس كاين اللي يحبك كاين اللي يكرهك كاين اللي يحسدك كاين اللي يبغضك والحمد لله تعرفت على ناس انا شحال واحد سواء في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب ولا في اوروبا ولا في حتى في امريكا حتى في استراليا عندي حتى في لاشين عندي دي كونتاكت مع الناس الحمد لله يا رب الانسان ما مش كيسان نقولوا احنا نقولوا في عنا بيفوخ على الناس بالعكس انا الطياره ركبتها في عمري 3 في 83 ركبت في طياره انا اللي كانت بكري شكون كان يركبها لعبت في عمر صغير وفواياجا ومعيتني كبارفازا مش فعلها رايح لها وجاي اوروبا هي سي با هي ارض الله يعني سي با واحد يعطيها قيمه كبيره للناس اللي هم اوروبا اوروبا هي ارض ربي هذه عندك الحق تسافر وتشوف ورجوع الأصلي فاضل والحمد لله يا رب اللي سن يعيش راجل مرك مع روحه مع الناس يكون عنده كلمة الناس تحترمه وهذاك اللي يبخلك هذاك واللي يبدا يحسب لك أو في قلبه المرض وهذا راهي كما يقولوا جاتني اليوم لي أنا غدوة تجي لك أنت ولعبت بخيل من جهنم أخويا سافر على تحب عندك لي موايا ولا ما عندكش وعندك لي زيدي روح بفواياج لواحد ما بخلك كان عباد يحسبوا بزاف تلقاه ما يبغيش من البلاصه تاعو هاو قاعد في ديك البلاصه باش يكونوميز شويه دراهم يقول لك منها لازم تنفيستي شويه من وقتك من دراهمك من وتسافر وتشوف وتتعلم في الدنيا هذه والانسان العبد العبد لله يعني الانسان بسيط في كلامه وفي طبع في طبعه وانا نحكي سبونتانيمون نهضر هكذا طبعا انا تلقائي نهضر كل واحد كيفاش يحب يفهم الواحد كيفاش يستوعب الهضره تاعي يعني انا ماني عاملها ببليسيتي روحي ولا حاجه مي جو سي بيان يا دي جون يحبوا دوكا عاد العصر التكنولوجيا تهز تليفون تدوس على البوطون كي تحب تشوف تشوف سي تون بروبليم تقدر تكتشف حاجه جديده معايا تتعرف عليها الحمد لله قال لي خالطني تثقف انا الحمد لله يا ربي كيما يقولوا مش كيسمح لك ولا حاجه
أنا قرايتي قراية وقريت وخالطت وشفت والإنسان بسيط خلاص نمشي مع البسيط بسيط دخل حط مروحي واللي لعبها فايقة يا ولي نعدي اللي تيجي فيه والله أنا ما مش يمشي يجي يكتب عليا ولا يقول ما بخطوة إنسان يكون واقعي في كلامه مع الناس وربي سبحانه شاهد أي عمل تعمله بحسن نية يعني حسن نية وش معناها يعني فاش تكبر يعني لو الإنسان يدخل فيها يعني نقطة من التكبر هذا هو الشيطان ربي سبحانه يغضب عليه لأنه هو كان من عباد الله ودخلت فيه التكبر والاستعلاء على الآخرين فربي يغضب عليه الإنسان يكون متواضع ويعيش مع الناس متواضع ولله الأمر من قبل ومن بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.